ما عندك الوقت الكافي لقراءة الكتب الطويلة؟ هذا الفيديو مخصص لك. كثير منا جدولهم مزدحم وحياتهم سريعة، لكن هذا ما يعني أنه نوقف القراءة. الكتب الصغيرة في عدد صفحاتها ممكن تكون الحل المثالي، وأنا هنا في معرض الرياض الدولي للكتاب عشان أشارككم كتب تقرأ في جلسة واحدة. الكتاب الأول رجل تحت الصفر للكاتب المصري مصطفى محمود. الرواية تطرح أسئلة فلسفية عن العلاقة بين العلم والأخلاق، وهل يا ترى التطور العلمي بدون حدود ممكن يؤدي لانهيار القيم الإنسانية؟ الكتاب الثاني العالق في يوم أحد للكاتب السعودي عبد الله ناصر. الكتاب مجموعة قصص قصيرة تتناول موضوعات عميقة مثل العزلة والاغتراب والتحديات النفسية لكن بلغة مبسطة. الكتاب الثالث الشيخ والبحر للكاتب الأمريكي إرنست هيمينغواي. الرواية تمثل تأمل عميق في معاني النجاح والفشل وكيف أن الواحد ممكن يحافظ على كرامته في مواجهة التحديات والصعوبات. الكتاب الرابع موسم الهجرة إلى الشمال للأديب السوداني الطيب صالح. يعتبر الكتاب من أعظم الأعمال الأدبية العربية في القرن العشرين، وتتناول الرواية موضوعات مثل الهوية والاستعمار والاختلافات الثقافية بين الشرق والغرب. الكتاب الخامس الأمير الصغير للكاتب الفرنسي أنطوان دي سانت إكزوبري. الكتاب يعطيك انطباع في البداية أنه موجه للأطفال بسبب لغته البسيطة والشخصيات الخيالية اللي فيه، لكنه في الحقيقة يناقش مواضيع عميقة مثل الصداقة والفقدان والحب، لذلك هو مناسب للكبار أيضا. الكتاب السادس ساعي بريد نيرودا للكاتب التشيلي أنطونيو سكاربيتا. الرواية ليست مجرد قصة عن الصداقة والحب، لكنها تعكس كيف الكلمات والشعر أثر عميق على حياة الناس البسيطة. الكتاب السابع أرض النفاق للأديب المصري يوسف السباعي. يطرح الكاتب بأسلوبه الساخر تساؤلات عن كيف ممكن يتصرف الناس لو كانت الحقيقة هي الخيار الوحيد. الكتاب الثامن المعطف للكاتب الروسي نيكولاي غوغول. تعتبر القصة من أهم الأعمال الأدبية الروسية الكلاسيكية واللي ألهمت أدباء كبار. الكتاب التاسع لاعب الشطرنج للأديب النمساوي ستيفن سبايك. الرواية تأملات في القوة النفسية والتوترات العقلية، وأيضا فيها نقد للوحشية والعزلة التي عانى منها الكاتب نفسه أثناء فترة الحرب. هذه مجموعة بسيطة من الكتب اللي تقرأ في جلسة واحدة، وفي غيرها الكثير. الآن ما يمديك تقول ما عندي وقت أقرأ.